الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد المبتكر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة هو موضوع الطبعة الخامسة للصالون الدولي لتثمين واسترجاع النفايات الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. هذا النموذج الاقتصادي المبتكر يستجيب للعديد من القضايا والإشكالات التي تواجهنا اليوم، وأيضا لكونه يضمن توفير المواد الأولية في الجزائر، وبالتالي يقلص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت فإنه يستوقفنا بأهمية التحسيس بمحاربة ظاهرة التبذير والاستخدام العشوائي للمنتجات غير القابلة للتحلل والمضرة أيضا بالبيئة. الصالون كان فرصة للعارضين للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم من خلال الاستثمار في رسكلة النفايات وإبراز دورها في المحافظة على البيئة والإنعاش الاقتصادي. مواد أولية ومواد يعني يعاد يعني رسكلتها لإعادة استعمالها، فمعنى هذا هو هدف الاقتصاد الدائري، معناتها في السلسلة الكل رابح، الكل رابح، كله يعاد رسكلته ويعاد ضخه في الإنتاج وفي الصناعة. عندنا دونك 10 ديكسبيريونس في الدومين هذوما تاع لي تريتمون دي ديشي سبيسيو دونجورو. عندنا الاخر اون ريكوبير الاخر افلام هذوما راكم تشوفوا فيها افلام تاع لي زوبيتو ولا لي فيلم اندستريال اللي راهم عند لي زوبيتو ولا لي زامبريمري ولا لي سوسيتي دو راديو لي ديشي الكترونيك. دونك اون في ليكستراكسيون نحاو منهم الفضه، كي نحاو منهم الفضه اون فابريك دي بيجو كابيل كيما راكم تشوفوا الاخر اسمه لهنا لو كليشي هذايا حنا اون نيتوايوه يقعد يولي سي دو بلاستيك. راك تشوف هذا بلاستيك نعطوه لي ريسيكلور هذوما تاع الاخر اسمو لي ريسيكلور تاع لو بلاستيك. تقليل النفايات وإعادة تدويرها في سلع أخرى جديدة هي استراتيجية جديدة لتحسين الموارد وتقليل فاتورة الاستيراد مع إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى من خلال نشر الوعي الفردي والتربية البيئية.